مرحبا طلاب، السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. نرجع وياكم سلسله محاضره البيولوجي، نكملها سلسله ليكتشر 8 9 10 11 ونختم البيولوجي ان شاء الله. طلاب، الليكتشر الثامن يحكي لي على الدي ان اي ستراكشر. الدي ان اي ستراكشر شنو هذا الدي ان اي شباب؟ احنا بهذا الليكتشر راح نجي نعرف، يقول لك باي ذا اند اوف ذس ليكتشر يو شود بي ابل، لازم انت تعرف بعض الديسكرايب. اول شيء ديسكرايب ذا مين ستراكشر اوف ذا DNA، يعني شنو لازم نوصف الهيكل الاساسي مال DNA. زين، list the structure components of DNA، لازم نعد المكونات الاساسيه مال DNA. زين، بعد اكو شيء راح نعرف شيء اسمه نيوكليوتيد، هذا الجزيء الاصغر اللي يتكون منه DNA، يتكون منه DNA. زين، recognize، نتعرف على الدي ان اي موديل. يعني تعرفون شنو الموديل شباب؟ يعني شنو المظهر اللي يطلع اللي بي دي ان اي، شلون راح يلبس الدي ان اي، شلون يتكون الدي ان اي، شكله شلونه، هيك يقصد بالموديل. زين، compare between the structure DNA and the RNA، راح اقارن بين الدي ان اي والار ان اي، وان شاء الله ماكو يعني فد اختلافات كلش، هي بعض الدفرنشيز. ماشي، list the defined type of RNA، راح نعدد انواع الRNA. محاضره كلش بسيطه بس ركزوا وياي يعني. طلاب، هذا السلايدات انا من الاشخاص اللي اكره هاي السلايدات، يعني هو هنا اصلا ما راح تجي كل امتحان يقول لك who discovered the structure of DNA، من هو اكتشف لي الهيكل مال دي ان اي؟ اكو واحد اسمه جيمس وستون اللي هو امريكان بايوكيمست، اللي هو عالم امريكي بالبيولوجي، اللي فرانسيس كريك اللي هو بريتش عالم فيزيائي من بريطانيا الأخيرة، ويقول لك يابا أكورد حصل ب 1953 بهذا العام. شو حصل؟ واتسون وغريك هذول عالمين اللي هم هذا وهذا، واتسون وغريك سووا، قال لك يابا حصلوا على جائزة نوبل، نوبل برايز، جائزة نوبل فور ذير ورك، لهذا عملهم. تمام، اذا هذا شيء مكروه بالنسبة لي، يعني ليش دا يخلوه أصلا؟ المهم طلاب، إحنا دا نحكي هسا هاي كلها What is the structure of DNA؟ طبعا هنا مش كاتب لكم هاي مقدمات كلها بسيطة طلاب، يعني هذا شيء أنا نظري مو مهم، بس أنا لازم أشرح لكم إياه، يعني مثلا أغلب الطلاب إنه حيروح يقرأ ويوضحه وهاي، بس هو مو مهم، يعني أنت بنتقرأ بس اسمع كلامي شنو جاي أحكي وعوف هاي ما راح يجي من الامتحان. يقول لك during the same period، خلال نفس الفترة، the biology، يا فترة يقصد بها فترة هذول العلماء الاثنين، يقول لك the biologist، العلماء البيولوجيين were using viruses to show the DNA، يستخدمون الفيروسات حتى يطلعون او يعرضون الدي ان اي انه شنو جينيتك ماتيريال. يعني اوضح لك بصورة ابسط، بنفس الفترة اجوا علماء بيولوجيين، هاي العلماء البيولوجيين سووا، قاموا يستخدمون فيروسات حتى شو يسوون؟ يخلون الدي ان اي او يثبتون للعالم يابا ان الدي ان اي هو مادة جينية. تمام، اللي هنا أنا. زين، هسا البايوكيمستس اللي هو علماء البايو، اللي هم علماء الكيمياء هيك يسموهم، were trying، حاولوا to determine its structure، يحددون هيكله. تمام، اذا هذا شيء مو كلش مهم، يعني اصلا لا تفكر بيه، يعني وين يعني قبل راح يجيب لك يقول لك يا العلماء البيولوجيين سووا، حتقول استخدموا الفيروسات حتى يثبتون للعالم انه الدي ان اي هو شنو ماده جينيه، لو راح تقول العلماء الكيميائيين يابا استخدموا حاولوا حتى يطلعون الستراكشر مال، يحددون الستراكشر مال الدي ان اي، هذا كله حكي على قولتهم مخريط هيك. يعني ذا ستراكشر اوف دي ان اي، هيكل الدي ان اي شاو يعرض لي هاو دي ان اي ستورج او ستورز انفورميشن، الهيكل مال دي ان اي يظهر لي انه هو جد يخزن لي شنو؟ معلومات. As it is required for genetic material، اللي هي كلش مهمة المن للمواد الجينية. تمام، اذا هذا كل حكي مو مهم شباب، اللي ما مقتنع اريد يقرأ خلي يقرأ براحته. هسا يقول لك يابا why the DNA double helix، ليش الدي ان اي هو double helix؟ ماشي، زين،
راح نقرا هذا الحكي واجي اشرح لكم فشي هيك مقتطف من يمي واوضح لكم شنو الدبل هيلكس، يعني ليش ثنائي. لشوف هاي سلسلتين ليش هو ثنائي، حسنا اقول لكم بعدين. شباب يقول لك الدي ان اي دبل هيلكس، الدي ان اي ثنائي السلسله allows يسمح to 3 billion base pairs، يسمح ل 30 بليون زوج مين، يعني هاي القواعد in each cell to fit into space just 6 microns across. يعني شنو ما فهمتوا شباب، ال DNA الدبل هيلكس شو يسوي؟ يحصر بداخل 3 بليون من الأزواج القاعدية، تمام؟ يعني 3 بليون من الأزواج القاعدية بمساحة شقد؟ بمساحة 6 مايكرونز. يعني تشوفون إنه 3 بليون عدد كلش كبير، وهاي 6 مايكرونز مساحة كلش صغيرة. زين شو راح يجمعها؟ عن طريق عملية يسموها كونسيديشن، يعني عملية الضغط، يضغط 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 يضغط. شوف شلون بدأ، بعشون شوف شلون ضغط كلش، يعني كلش ضغط هنا كلش انضغط، تمام؟ زين if you stretch، يعني يقول لك انت ذا مديت الدي ان اي، يعني من هنا مديت اجيت يابا مديت الدي ان اي، الدي ان اي ان ذا وان سيل، بخليه واحده اذا طلعت الدي ان اي، هذا كم دي ان اي موجود؟ اذا جبت واحد ومديت هذا الواحد، فطول الواحد ايش قد؟ 2 متر، ماشي. زين يقول لك هنا معلومه ولا اللي هي تعتبر كلش تافهه، يقول لك يابا all the DNA in all your cells، DNA الموجود بكل خلاياك. شوف هو الواحد 2 متر، الواحد بالخلية الوحدة 2 متر. زين إذا فما بالك إنه كل خلية أكو شقد DNA وطول الواحد 2 متر. يقول لك يابا إذا تجمعهن كلهن وتربطهن سوى فراح يطلع إنه الطول مالتهن ضعف القطر الشمسي، يعني الكرة مال الشمس شوفوا إيش كبر هاي، القطر مالتها الدي ان اي اللي بجسمنا ضعف القطر. ده يقول لك put together اذا تخليهن شيء سوى would you be about twice ضعف the diameter of the solar system، النظام الشمسي. يعني شباب عيد لك الفكره، الدي ان اي الواحد اللي بالخليه ايش قد طوله؟ 2 متر. زين هي الخليه ايش قد تحتوي؟ الكوما. زين انت كم خليه بجسمك؟ هم كوما، تمام؟ تجي تجمعهم واحد بصف الثاني واحد بصف الثاني راح يطلع ضعف نظام الشمسي. هو ما اعتبرها معلومة تافهة، يعني احنا نريد معلومات شباب، يعني نريد اشياء كلش تفيدنا. شوفوا شباب هذا السلايد اذا شرحته هسه لك فما راح تفتهمه، تمام؟ فهسه تعال وياي اوضح لك سالفة هاي الهياكل ونجي، او خلينا نبدي من هنا اللي هو هنا بادي لك بيهن وبعدين نرجع على هذا الهيكل، لان هذا هو اصلا شنو شرحه كله منطنيه بالمحاضره، بس ما ادري ليش مخلي هاي الصوره هنا. شباب هسه الدي ان اي هسه بدا الحكي شويه مهم. شوف شباب الستراكشر اوف دي ان اي كونتيننت، يعني شنو مكوناته؟ دي ان اي كونتينز، يحتوي الدي ان اي شنو الدي ان اي شحتوي شباب؟ يحتوي لثلاث مجموعات. اول مجموعه يسموها فوسفيت جروب، يعني شنو فوسفيت جروب؟ يعني مجموعه فوسفيت، ماشي. هاي اول مجموعه. المجموعه الثانيه هي الفايف كاربون شوغر، واكو تسميه لها يسموها بنتوز شوغر، يعني سكريات الخماسيه، تمام شباب؟ هذا الاثنين. المجموعه الثالثه هي النيتروجين. النيتروجين شوفوا شباب خلنا اقول لكم شغله، طبعا خلنا ندور لنا فد شغله مهمه او فد صوره واضحه هاي. شوفوا شباب اكو شغله اللي اريد اوضحها هنا، خلنا نعتبر هذا دي ان اي ماشي، ولو هذا ار ان اي ماشي، هذا دي ان اي. شلون عرفت الار ان اي والدي ان اي؟ هسه انا بعدين اقول لكم من حرف التي ومن حرف اليو، بعدين نعرف ليش. شوف شباب هذا الـ O أكسجين، تمام؟ هنا C1 C2 C3 C4 C5. شباب هاي بقى انت شنو انا قلت لك مكون اول شيء من مجموعة فوسفيت، تمام؟ ركز وياي، مجموعة فوسفيت وشنو بس اعرف لي ذن الاثنين، مجموعة فوسفيت ومجموعة سكريات خماسية 5 شوغر. تعال وياي عليك تركز كل زين. شوف شباب
هاي الذرة الوحدة منين اللي تكون للدي ان اي؟ هسه واحد يقول له هاي شو اسمها يابا؟ اقول له هاي يسموها نيوكليتويد. ماشي، نيوكليتويد. النيوكليتويد ويا نيوكليتويد ويا نيوكليتويد راح يكون لي سلسلة. ماشي، هسه ركز وياي. هاي النيوكليتويد الوحدة من تتكون من ثلاث مجموعات. شوفوا شباب، بالمجموعة الخامسة ترتبط بالكربون، ذرة الكربون الخامسة ترتبط مجموعة الفوسفيت. مال يا ذرة؟ مال هي الذرة نفسها. ماشي، هاي وحدة. زين، هنا لازم اكو شنو هو؟ اكو اتش. واضح؟ هسه اقول لكم شنو هاي. هاي يعني هي شلون تريدون ترسموها. زين شباب، هنا هاي هسه اذا سالك يابا بالسي 5 الذره الكربون الخامسه شنو ترتبط؟ تقول له فوسفيت جروب. مال من؟ تقول له مال نفس الذره او مال نفس النيوكليتويد. هسه هاي وضحت؟ وضحت. زين شباب، بالسي 3 ويا من راح ترتبط؟ شباب راح ترتبط ويا مجموعة فوسفيت مال غير ذرة. تخيل وياي، تخيل هاي تنزلها هنا. شوف هذا وين راح يصير؟ راح يصير هنا. فشنو اريد اوصل لك انا؟ شنو اريد اوصل له وياك؟ انه بالسي 5 راح ترتبط ويا مجموعة فوسفيت مال نفس الذرة، وبالسي 3 راح ترتبط ويا مجموعة فوسفيت مال غير ذرة. تمام؟ تمام، ركز وياي. زين، هاي ثابتة؟ راح اقول لك اي ثابتة. هاي ثابتة شباب، مجموعة الفوسفيت والشكر. ماشي شباب، يا اما ترتبط ويا فوسفيت يا اما ترتبط ويا شكر. زين، هسه تقول لي هسه شنو؟ هسه اقول لك انا ثبت لي شغلة واحدة اللي هي تعتبر شلون العمود الفقري مالتها. اقول لك يا بثبت لي انه هاي بالسيف كربون الثالث الخامس اللي ترتبط مجموعة فوسفيت. زين، واقول لك بالثالث يا اما فوسفيت يا اما شكر، والاغلب شكر هو. تمام، هاي ثابته. بس شنو اللي يتغير؟ شنو اللي يغير لي الدي ان اي؟ شنو هو شباب اللي يغير لي؟ هو مجموعه النيتروجين. النيتروجين شباب هذا اللي يغير لي. ليش المجموعه النيتروجينيه؟ لان شباب المجموعه النيتروجينيه اللي هي ترتبط وين؟ بالسي 1. هاي شباب هي تتغير دائما، يا اما تكون ادينين، يا اما تكون ثايمين، يا اما تكون جاينين، يا اما تكون سايتوسين. تمام شباب، اللي اريد اوصل لك وياه يعني اريد اوصل لك اياه انه تعرف هنا ثابت وهنا ثابت شكر وهنا فوسفيت، لكن اللي يتغير هذا هو هنا. هسه بعد 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 ما منطق شلون يتغير، بعد انطيني مجال هسه انا اقول لك. شباب، النيتروجين دي مجموعتين، مجموعة يسموها بيورين ثنائية السلسلة، ومجموعة يسموها بايرميدين أحادية السلسلة. هسه تقول لي شنو يا هي الأحادية ويا هي الثنائية؟ شوف شباب، أريدك تجي وتعرف وياي شغلة مهمة. طبعا احنا ماخذين بالسادس يعني شباب. شوف الأدينين، الأدينين شباب ويا الجوانين باوع. أدينين بقى أنا حظلله وانت هم ظلل وياي واكتب نسوي لك ملخص. يعني الأدينين والجوانين ذن اثنينات ايش يسموهن؟ يسموهن بيورين ثنائيات السلسلة. تمام، هذن ثنائيات السلسلة، البقية أحاديات السلسلة. تمام، البقية شنو شباب؟ أحاديات السلسلة، الثايمين والسايتوسين هذا مو هذا مو هو هذا مو يا يعني شباب عندنا خمسة، وال حتى هذا مو ياهن. اكو بعد واحد هذا اللي عليكم بيهن. تمام، اكو بعد واحد يسموه يوروسيل. المهم هيجي، المهم شباب اليوروسيل هسه راح نطلع لكم اياه. هسه هذا اليوراسيل، يوراسيل وينك؟ طبعا يوراسيل خبيث. دقيقه لا ادوركم على اليوراسيل، هو يكتب اليو هذا اليوراسيل. تشوفونه هذا يوراسيل، انا كتبته صحيح اصلا يعني يوراسيل بس الاي بدالها بدال الاو. شباب اكو شغله ركز وياي، اليوراسيل باو هنجي نسوي جدول.
او هو مطنيها ليش نسوي جدول هو مطنيها شباب. هذني اريدك تعرف لي شغلتين انه يابا النيتروجين انا سادري شويه صارت عليك متخبصه بس ركزوي على كيفك ان الفوسفيت جروب وين يرتبط بالذره الكربون الخامسه الفايف كربون شوغر بالذره الكربون الثالثه وبعدين الثابتات النيتروجين وين يرتبط بالذره الكربون الاولى لكن هذا يتغير شنو يتغير يعني هو يظل بالذره الكربون الاولى بس يتغير انواعه قلت لكم انواع الثايمين والجوانين والسيتوسين والادينين واليوراسين يا هن ثنائيات السلسلة يسمون بيورين اللي هو الأدينين والجوانين يا هو أحادية السلسلة الثايمين والسيتوسين واليوراسين. هسه أكو ناس توجد بالدي إن إيه وناس توجد بالآر إن إيه تمام تمام. اللي أريدك تعرف ليه سجل يمك فدوة سجل يمك هو شوية بعض الحفظ يراد لك. شوف الأشياء المشتركة بالثنائياتين باع الأدينين وال سيتوسين والجوانين باوع الادينين والسيتوسين والجوانين اكتب يمك يوجدا بالدي ان اي والار ان اي اكتب يلا منتظرك ثبت وقف الفيديو وشوفه واكتب الادينين والجوانين والسيتوسين يوجدا بالدي ان اي والار ان اي زين. هسه راح نرجع الدي ان اي يا هو يوجد بالثايمين زين راح تقول لي يعني اليوراسيل ماكو بالدي ان اي اقول لك يا عاشتي لك ماكو بالدي ان اي يوراسيل لعد وين يوجد اقول لك بالار ان اي تمام. هسه صار اربعه هنا واربعه هنا وضحت شباب اعيدها ادينين سيتوسين اجوانين ثلاثه بثلاثه موجودات هنا وهنا الرابع بالدي ان اي هو الثايمين والرابع بالار ان اي اليوراسيل وهذا راح يختصر لي هواي حكي طبعا راح يجيكم هواي حكي يختصر لي هاي اللي كتبت لكم اياها The structure of DNA الهيكل مالته double helix composed مكون من double helix anti-parallel chain associated by complementary base pairing. يعني شباب شنو راح اقول لك شغلة تركز بيها كل الزيان شباب احنا مو قلت لكم بالمجموع هسه خلنا نجي نفكك هاي الجزئيه مو صح هسه نريد نشتغل هاي الاو هاي سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 سي 5 مو صح صحيح قلت لكم يا بس سي 1 هو مجموعه النيتروجينيه اللي هي تتقسم هواي قلت لكم اربعه هنا واربعه هنا ويختلفن هسه عفوني ما اريدكم تعرفون ذا النيابه ما اريدك تعرف ليها اريدك بس تركز انه هنا بنيتروجين السي 2 بي شنو بي اتش وهذا يميز لي عن الار ان اي هسه تقول لي على الار ان اي ايش بي اقول لك هنا بي او اتش هنا انا مو بس اتش هنا او اتش زين السي 3 قلت لكم يابا مو قلت لكم السي 5 يرتبط بي فوسفيت والسي 3 يا اما فوسفيت يا اما شوغر هنا انا فوسفيت ماخذ احنا بالحالتين تمام إذن بس السي 5 شنو الفوسفيت مال هي هاي الذرة لكن السي 3 مال هاي الذرة تمام تمام شباب خلنا أقول لكم شغلة خلنا نمسح هاي خلنا نمسحها خلنا نمسحها خلنا نمسحها راح أكتب لكم شغلة هاي النهاية شو يسموها 5 end تذكرون هنا فتحة عليها وهاي النهاية 3 end زين بس تقول ليش علي كتبت 5 وين الذكرى حيلكف ان شاء الله كلكم اذكياء احنا هنا قلت لكم هاي يا ذره 5 اذا هاي يا طرف 5 زين هنا قلت لكم هاي يا مكان 3 اذا يا هو 3 خلاص فهمتوها هاي هي هيك السلسله تبدا من ال5 للاند زين هاي السلسله الاولى زين السلسله الثانيه شنو راح اقول لك باوع هاي بالعكس من 3 من ال 5 هنا انا 5 اند ل 3 اند هسه تقول لي ليش يا بنت شنو تخوط وتجول بوحدك؟ لا راح اقول لك دقيقه اصبر لي 3 اند راح اقول لك تعال تشوف هاي شلون مرتبه بشكل نظامي يعني هاي شيء عدل من ال 5 ل 3 زين تشوف هاي شيء مقلوب تلاحظ يعني هاي عكس هاي يعني انعكست صارت من 3 ل 5 وكان الله يحب المحسنين وضحت شباب ان شاء الله وضحت هذا اللي يوضح لك انه هي انتي بارالل تشين هي سلاسل معكوسه واحده عكس الثانيه فهمتوا هذا المصطلح شفتوا وين ردت توصل
اللي هنا أنا. هذا يقصد به أنتي بارول تشين. زين طلاب هسه نيجي المصطلح يسموه complementary pair pairing. شنو يعني؟ يعني أزواج، يعني خلنا أقول لكم عمل المصطلح العامي. أنت اليوم شايف شو يقول لك؟ apples from the trees، التفاح يجي من الشجرة. cars and parking، أكو مثلا يقول cars and parking، يعني ده يقول لك يا بأن سيارات بالجراج، تمام؟ هذا نفس الشيء هنا شباب. شنو يقصد لك فيه؟ يعني أكو تذكرون الأربع مجموعات، هذني الأربع مجموعات أكو واحد يحب واحد، هيك خلنا أقول لك واحد يحب واحد، يعني ما هذا بسوي هذا يجي. يعني شنو؟ سجل يمك شباب، تذكرون كنا ناخذ ال A ويا T مو، وال C ويا G مو صحيح؟ تذكرون لو مو تذكرون؟ زين يعني شنو ال A ويا T شباب؟ يعني الأدينين يجوا ويا الثايمين ماشي، والسايتوسين ويا الجوانين، هذني ما يفترق للموت باوع، أدينين ويا الثايمين، ثايمين ويا الأدينين. شوف الأحسن، الجوانين ويا السيتوسين، الثايمين ويا الأدينين نفسه. تشوف السيتوسين ويا الجوانين، تشوفون شنو الشغلة؟ فهمتوا شباب؟ سيتوسين ويا الجوانين. تقول لي علي أكو بعد اثنين، أكو بعد واحد، شو ما حكيت لي يا يوراسيل؟ مو صح؟ هسه راح أقول لك شغلة شباب، بس ركز وياي فيديو، أنا حريص على المعلومة توصل لك، فأريدك تركز. أنا مو قلت لك الأي ويا التي، مو قلت لك السي ويا الجي، هذني مو أربعة؟ زين مو أكو بعد واحد اسمه يوراسيل اختصاره يو؟ هذا وين قلت لكم؟ هذا مو موجود بالآر إن إي؟ زين هذا يجي يصير العلامة مالته أي يو، يعني شنو؟ أي يوراسيل، بس هذا وين يجي؟ بس بالآر إن إي أو بس بالطفرات، تمام شباب؟ وضحت الفكرة إن شاء الله؟ إن شاء الله وضحت. هي هذا اللي يقصد لك بها complementary pair pairing، يعني أزواج متقاربة أو أزواج يعني واحد ويا الثاني. إيجي هنا أنا دا يقول لك يا بي أنا ما أعرف شرح، يعني ما أعتقد نستفاد منه، بس خلنا نقرأ. يقول لك the distance between two pairs، المسافة بين قاعدة وقاعدة إيش قد هي؟ 3.4 أنجل. شنو يقصد بيها شباب؟ المسافة بين two pairs يعني شنو؟ بين قاعدتين نيتروجينية، يعني بين هاي وهاي إيش قد؟ 3.4. زين each comb الأنجستروم يسموها أنجستروم. زين هاي المسافة هي من هنا لهنا هي 3.4. زين شباب اكو شيء يقول لك يابا each complete turn of the helix is 34 أنجستروم، يعني 10 piece pair. طلاب ذني صراحة ما اعتقد يفيدنا، تدري ليش؟ هذا شغل، يعني دي يقول لك المسافة من هنا لهنا هي 3.4، دي يقول لك يابا الهيلكس الواحد 34 انجستروم، يعني شنو 34 انجستروم؟ تشوفون يقصد بيه هذا هيلكس واحد، تمام؟ هذا واحد وهذا هيلكس الثاني، دي يقول لك هذا طوله من البداية للنهاية ايش قد؟ 34 انجستروم، تمام؟ وضحت؟ ما شباب؟ زين شنو بعد؟ يعني in many segments of the molecule alternating larger major grooves and smaller minor grooves are apparent along this axis. The double helix measures 20 أو 10 نانومتر in diameter. دي يقول لك يا بي قطرها ايش قد؟ 20 انجستروم. ايش قد قطر؟ يعني 2 نانومتر. 2 in diameter. قطرها 2 diameter. ماشي؟ ايش قلت لك كمان من ساعة؟ السلسلة الواحدة ايش قد الدي ان اي؟ مو 2 متر؟ إذا ايش قد قطرها؟ 2 نانومتر. ايش دا يقول لك؟ هاي أشياء كلش تافهة، عبارة عن أرقام، أنا يعني مجرد إنه تعرف يا بالمسافة من هنا لهنا ايش قد؟ 34 3.4 انجستروم، مالته من هنا لهنا 34، الطول الواحد ايش قد؟ ايش يعني؟ دبل هيلكس ماشية؟ والدايمتر مالته 2 نانومتر. يعني اشياء بسيطة. هسه يا شباب نجي انا اريد اعطيك شيء مهم، يعني من ساعة قلت لكم انه الجزء الاساس هو نيوكليوتيد. شوفوا شباب هاي يسموها نيوكليوتيد، هنا قلنا يرتبط بالسي 1، قلنا يرتبط بالسي 1 اللي هو نيتروجين جروب،
يابا بالسي 5 قلت لكم يابا فوسفيت جروب، زين هنا بالسي 3 قلت لكم يابا ترتبط السي شنو السي ترتبط الفوسفيت مال غير شنو مال غير يعني غير ذره. زين الشوغر وين؟ الشوغر وين؟ الشوغر بالنص يجي مرات ماشي. واحد شباب هنا دي يوضح لك كين المركبات، دي يقول لك سمبل شوغر فوسفيت جروب نيتروجين بيس، قواعد نيتروجينيه هاي شرحناها ووضحناها. زين شباب هاي هسه راح يشرح لك البيورين اللي هي انا شرحت لكم اياها، قصدي النيتروجين. شباب النيتروجين ايش قلت لكم؟ مو يتقسم قسمين بيورين وبرايميدين. يعني بيورين شباب الادينين والجوانين، وقلت لكم وكتبوا ياكم تتكون من شنو؟ اثنين سلاسل. شوف اثنين سلاسل بيورين وادينين، ادينين وجوانين سوري. وقلت لكم المفرده اللي هي السيتوسين والثايمين واليوراسيل باع مفرده ماشي، وهاي وضحت لكم اياها. وقلت لكم يا باليوراسيل وين يوجد؟ بالار ان اي. وقلت لكم يا بالثايمين وين يوجد؟ بالدي ان اي. وهذا الفرق الوحيد. يعني شوفوا الادينين والجوانين والسيتوسين هذن بالموجودات بالدي ان اي والار ان اي، الثايمين موجود بالدي ان اي ومو موجود بالار ان اي، واليوراسيل موجود بالار ان اي ما موجود بالدي ان اي ماشي. وهاي حكيتها سبق وقلتها، تشوفون شلون تحفز يعني تشوف انه الماده تسهل لك. شوف شباب هاي دي يوضح لك يابا انه الادينين هنا، هاي الجوانين هنا، السيتوسين. هسه تقول شنو هاي؟ اقول لك يابا دي يوضح لك انه الثايمين هو موجود بس بالدي ان اي، والار يوراسيل موجود بس بالار ان اي. تمام شباب وضحت؟ دي يعيد ويسقل. هسه هنا شباب هنا راح نجي نركز على النيوكليتويد. النيوكليتويد هذا الجزء الصغير قلنا يتكون من ثلاث اشياء ماشي. من يتكون؟ دي يقول لك يابا البرسنتج اوف ذا اي، يعني شنو الاي؟ ادينين. اعرف البرسنتج اوف اي دي يقول لك يابا الادينين مالتك اولويز ايكوال ذا برسنتج تو ذا تي. شباب هذا الملخص مالتك، انا ايضا اعطيك ملخص، انت تريد تفتي ما تريد تحفظ. يعني دي يقول لك يابا الاي يجي بس ويا التي، الاي منو؟ اي ادينين، والتي شنو؟ ثايمين. ويقول لك يابا البرسنتج يعني شنو البرسنتج؟ يعني المعدل مالته، النسبه مالته، التشابه مالته، كل شيء. هيك يعني الجي يعني جوانين، السي سايتوسين، يقول لك ذن اثنينات نيجن وذن اثنينات نيجن على حب الله للبيت. تمام تمام. The percentage of each type in of nucleotide contain different from the space of to space. يعني يختلف مسافة إلى مسافة. مو في إشكال، ما عندنا شيء مهم حتى الآن. دي يعيد لك، شوف هاي كلها دي يعيدها باوع. شوف شلون أنا وضحت لك من الساعة. دي يقول لك يا بهنا أنا هم راح يعيد لك. دي يقول لك الإجوانين والأدينين والسيتوسين موجودات باثنيناتهم بالدي إن إيه وبالآر إن إيه. دي يقول لك هنا اليوراسيل موجود بالآر إن إيه والثايمين موجود بالدي إن إيه. تمام تمام. شوف كاتب لك قاطع ال قاطع ال ار ان اي معطيك يوراسيل، قاطع الدي ان اي معطيك دي ان اي. تمام الثايمين واضح شباب؟ شفتوا شلون نقرا؟ ان شاء الله واضحه. دشوف هنا يقول لك يابا هذا شنو هذا؟ هذا نفس الشيء بس انت لا تخربط نفسك. احنا مو قلنا النيوكليتويد الواحد يتكون من شيء ثابت اسمه فوسفيت. وين فوسفيت؟ هنا رايبوس شكر سنجل ستراند يوراسيل، هنا المفروض يكتب فوسفيت ورايبوس شكر مو صح؟ زين زين قلنا هسه شنو هاي الفوسفيت؟ طبعا مشتركه هي سوري موجوده باثنيناتهم. شباب خليني اقول لك شغله، ركز وياي. هاي هسه وصلنا لها. انا مو قلت لكم انه بالنيوكليتويد مال دي ان اي اكو اشياء اثنين ثابته اللي هي الشكر والفوسفيت، واللي تغير منه قلت لكم النيتروجين. يعني ايش يقصد بهذا الشيء الدائره؟ شوفوا شباب الفرق بين الدي ان اي والار ان اي من ساعه قلت لكم يابي انه يابي انه هاي خلنا نرجع لك حتى شنو اريد اذكرك. قلت لك بالسي 2 انه مرتبطه باتش زين، وبال هنا شنو بالار ان اي مرتبطه منه او اتش زين. الشيء اذا يفتقد الاتش راح يسموه ديوكسي يعني غير مؤكسد ماشي. الفرق شنو الى اريد اوضح لك اياه واريد اوصل لك اياه؟ انه شنو اول فرق بين الدي ان اي والار ان اي؟ انه الشوغر بالدي ان اي يفتقد للاو فشي يسموه ديوكسي رايبوز، ديوكسي رايبوز ماشي، ديوكسي رايبوز.
وهذه بي اوكسجين او اتش، هذا هنا شنو بس اتش يفتقد للاو، ماشي؟ فهذا الفرق الاول، سجل وياي. الفرق الثاني انه اليوراسيل وين موجود؟ بالار ان اي، والثايمين موجود بالدي ان اي. زين، الفرق الثالث ركز وياي كل الزين، الدي ان اي من متكون من دبل ستراندد، يعني خيطين ملفوفات دبل هيليكس، ماشي؟ الار ان اي من متكون من سنجل، يعني بس من هاي. اذا هسه عرفنا الفروقات، سجل يمك فدوه الجاي تسمعني طلاب، سجل يمك خلنا عيته، لان هذا كلش مهم، يد ما تشوفه هيجي بس هو يختصر لك هاي المواضيع. شوف اول فرق انه الدي ان اي يابا الشوكر مالته يسموه ديوكسي، ليش؟ لان ما بي اوكسجين، اما هذا بي اوكسجين فيسموه رايبوز شوكر، ديوكسي رايبوز هذا رايبوز. زين، الفرق الثاني الدي ان اي يكون من خيطين، هذا شنو؟ خيط واحد، تمام؟ زين، الفرق الثالث اليوراسيل موجود بالار ان اي، الثايمين موجود بالدي ان اي، هاي الفروقات. اما اوجه التشابه، يا انا قلت لكم الادينين والجوانين والسيتوسين موجودات بثلاثتين، زين الفوسفيت موجوده باثنيناتين، يعني موجود باثنيناتين. النيوكليك اسيد هو اللي يقصد به ذني، ما شباب؟ واحد شباب، النيوكليك اسيد يعني هو يقصد به نيوكليتويد اللي هو يتكون من الفوسفيت والرايبوز شوغر وال النيتروجين، ماشي؟ اللي يتكون من ثلاثة. إذا هسه عرفنا إن شاء الله ووضحت السالفة، قلتها أكثر من مرة. ها، هسه هذا جدول حلو راح يوضح لك الشغلات. الـ DNA والـ RNA، الفروقات، هذين الفروقات شباب. راح يقول لك الفرق من الاسم، ليش سميناه DNA؟ الـ D يعني ديوكسي، الـ N شنو؟ طبعًا الـ D ديوكسي رايبوز. بس هو شو يكتبون؟ ديوكسي رايبو، ماشي؟ الان شنو؟ نيوكليك اسيد، هاي اهم نيوكليك اسيد ال ان اي، شوف نيوكليك اسيد، بس هاي الار يعني رايبوز، رايبو رايبو يكتبون. هسه شايف احنا يكتب رايبو، تذكرون بالتشريح اليوم كانت عندنا من نخلي جوينت وي جوينت، مثلا الجلينويد ويا الهيومرس شو نسميه؟ جلينو هيومرس، هذا نفس الحاله. ال ان اي ثابته عندك، نيوكليك اسيد حامض امين، تمام؟ حامض نووي، سوري. الار يعني رايبوز يعني بي اوكسجين، سوري، والار بي رايبوز، ماشي؟ بي اوكسجين يسموه رايبوز، بس هنا انا منه دخله بهذا يسموه رايبو. زين، الدي شنو؟ ما بي اوكسجين، يعني ديوكسي رايبو، ديوكسي رايبو. وضحت شباب؟ وضحت. نمبر اوف ستراند يعني عدد الهيلوكس، عدد الخيوط مالته، قلنا بالدي ان اي 2 وهنا 1، تمام؟ تمام. التايب اوف شوغر قلت لكم يابا بالدي ان اي هو ديوكسي رايبوز، هنا رايبوز. شوف كل اعطيتك يعني هسه شنو انت جاي تقرا سهلات. التايب اوف نيتروجين، هاي قلت لكم يابا انه الادينين والسيتوسين والجوانين موجود باثنيناتهم، شوف ادينين ادينين، سيتوسين سيتوسين، جوانين جوانين، منو اللي يفرق؟ ثايمين بالدي ان اي واليوراسيل بالار ان اي، شوف هو اعطيتك يعني. زين، البيس بيرنج الازواج شلون تجيني؟ قلت لكم يابا الـ A يجي بس ويا T والـ C يجي ويا الـ G، لكن الفرق هنا أنا بدال الـ A هاي بالـ DNA، لكن بالـ RNA الـ A بدال ما يجي ويا T يجي ويا الـ U اللي هو اليوراسيل، كان الله يحب المحسنين، والـ C يبقى ويا الـ G، تمام؟ تمام. اللوكيشن وين موجود الـ DNA؟ يابا الـ DNA وين موجود؟ راح أذكرك بشغلة، موجود بالنواة، هاي كنا نعرف هاي موجود بالنواة، وين موجود بعد؟ يا وين موجود؟ موجود بالميتوكوندريا والكلوروبلاست، يعني البلاستات الخضراء. الميتوكوندريا اللي شرحنا عليها الوراثة الميتوكوندريا بالمدمال HDTD البيولوجي، هاي اللي شرحنا عليها، قلت شرحت لكم اياها اللي كان عندنا بالسلايد يمكن باللكشن الخامس، الوراثة الميتوكوندريا. يعني انا اتذكر انه دينا عندي ثلاثة، وين؟ هذا كنا احنا ماخذين، كنا ناخذ بالنواة وبالميتوكوندريا، هسه نضافت لنا الكلوروبلاست. زين، الرايبو الار ان اي وين موجود؟ الار ان اي بالنواة وبالسيتوبلازم بالرايبوسومات، ماشي؟ زين، اذا واحد هسه تذكر الار ان اي ويا الرايبوسوم شو راح يسوي؟ البروتين، صح؟ زين، هسه عرفت وين موجودات؟ زين، الار ان اي وين؟ بالنواة، بالنواة الدي ان اي، لكن اللي يفرق انه هذا بالسيتوبلازم بالرايبوسوم، هذا بالميتوكوندريا وبالكلوروبلاست، ماشي؟ ان شاء الله وضحت. بس الوظائف مالته سهله كلش بسيطه، يعني انا عن نفسي الوظائف مالته اعرف بس هاي، ماشي؟ اول وظيفه الماديه، يعني طبعا
ماشي. rules يعني قواعد، purpose أغراض، function وظائف، storing information يخزن المعلومات. شو يسوي؟ يخزن المعلومات. يعني شنو يخزن المعلومات؟ gene r segments of DNA carry message to make protein. يعني يخزن المعلومات. هاي المعلومات شو يسوي بيها؟ يا أما يروح يسوي بروتين يا أما إلى آخره. المهم شباب تعرف إنه شنو يخزن للمعلومات. copying information يستنسخ المعلومات. تمام؟ شنو يستنسخ المعلومات؟ يعني تذكرون الـ DNA من يضاعف مو يصير به عملية replication مو يستنسخ نفسه؟ ماشي؟ اللي هي هاي copying information. إذا storing information, copying information, transmitted information. لقلك الـ DNA is passed from the parents to office parent. تعرفون شنو parents؟ يعني أكيد كلكم تعرفوها، الآباء. office pairing يعني الجيل الجديد، يعني مثلا اثنين تزوجوا يطلعون جيل، ماشي، هو ينقل لك المعلومات، ينقل لك الدي ان اي. وضحت؟ يعني هي يخصب لك، يعني ينقل الصفات الوراثيه لابنائه، ماشي. هاي الوظائف. اذا يخزن يستنسخ ينقل، يخزن يستنسخ ينقل، هاي الوظائف الرئيسيه. شفت شلون نعرف؟ شفت شلون اختصر المحاضره؟ ايش رايكم تختصرون المحاضره؟ هو بس هالكورس، بعدين انتم راح تعتمدون على نفسكم، تصير عندكم خبره شباب. زين، لايك دي ان اي يقول لك يابا مثل الدي ان اي، الار ان اي مثل الدي ان اي، يابا هذا الار ان اي قام يغار من الدي ان اي، شلون يسوي هالاشياء؟ هذا نفس الشيء، يقول لك از بوليمير، هسه راح نحكي شنو هو؟ خلصنا من الدي ان اي راح نحكي على الار ان اي، تمام؟ تمام. يابا يقول لك هو is a polymer of nucleotide. The RNA core with both nucleus of cytoplasm and cytoplasm. وين موجود؟ بالنيوكلياس وبالسيتوبلازم. وبعد وين اخذناه؟ بالرايبوسومات. هسه تقول لي شنو هاي علي شو ما اعطيتنا هاي شنو معناها؟ بوليمر يعني شنو؟ متعدد النيوكليتيد. شوفوا شباب ركز وياي. النيوكليتويد الواحد يسموه مونومير. يعني شنو؟ مفرد. زين مونومير ويا يعني نيوكليتويد ويا نيوكليتويد ويا نيوكليتويد يعني مونومير ويا مونومير ويا مونومير ايش راح يعطيني؟ بولومير بوليمير ماشي؟ بوليمير ماشي؟ يعني شنو؟ متعدد. زين هسه كنا نعرف انواع الار ان اي سوري كنا نعرف انواع الار ان اي اللي هو المسنجر الام ار ان اي يعني مسنجر واللي هو ترانسفيرز ينقل والرايبوسومال ماشي هذني انواع هسه نجي نتعرف على انواعه المسنجر شي يقول لك هو من اسمه مسنجر يعني يرسل يقول لك تيك مسج ياخذ الرسائل همين من الدي ان اي وين بالنواه المن يوديها للرايبوسوم بالسيتوبلازم اعرف شو يسوي يابا هو شنو شغلته سياره من ياخذ الرساله من الدي ان اي الموجود بالنواه وين يوديها للرايبوسوم الموجود بالسيتوبلازم وضحت هاي شغله حفظيه مو فاهمين تحفظها هاي زين الترانسفيرس اللي ينقل شو يسوي ينقل الامينو اسيد من للرايبوسوم شوف المسنجر ياخذ الرساله من الدي ان اي الموجود بالنواه يوديها للرايبوسوم الموجود بالسيتوبلازم زين الترانسفير ينقل ياب الامينو اسيد يعني الاحماض الامينيه وين يوديها للرايبوسوم زين الرايبوسوم شو يسوي along with the protein على طول البروتين هذا موجود على طول البروتين make up the ribosome يصنع للرايبوسوم شوف هذا الار ان اي هو المسؤول عن صنع الرايبوسوم where polypeptide are synthesized والبوليبيبتايد يعني هم راح يصنع عندك اذا المسنجر ياخذ رساله من الدي ان اي موجود بالنواه يودي اياها وين يودي اياها بالرايبوسوم الموجود بالسيتوبلازم الترانسفير يجي ياخذ لي الامينو اسيد يودي اياها وين يابا يقول لك يا بالرايبوسوم ماشي زين الرايبوسوم هو اللي يسوي للرايبوسوم ايضا راح يسوي للبوليبيبتايد اخ الار ان اي وظائفه استوى حكيناها ماشي بس هي شوي راح يضيف لك عليهم المسنجر use as templates make protein تمام template يعني شنو شباب template يعني انا اقول لك شنو وسيله حتى يسوون بروتين وسيله ماشي زين الار الرايبوسوم قلنا يسوي رايبوسوم مو صح والتي يقول لك match amino acid to mRNA to top protein to help make protein شوف خلنا اقول لك شغله الـ mRNA الماسنجر هذا مو قلنا وظيفته ياخذ الرسائل من الـ DNA الموجود بالنواة ويدي لها للرايبوسوم الموجود بالسيتوبلازم شنو وظيفته ايضا؟ هذا يساعد على تكوين البروتين منو اللي يساعده ايضا؟
التي يعني الترانسفير شو يسوي الترانسفير؟ يجيب الامينو اسيد وين يوديها؟ هم للرايبوسوم. شوفوا خلينا نرجع لنا، تلاحظون انه هذه ياخذ الرساله من الدي ان اي وين يوديها؟ للرايبوسوم. وهذا شو يسوي الترانسفير؟ ياخذ الامينو اسيد هم يوديه للرايبوسوم، يعني الاثنين يروح للرايبوسوم ماشي موجود وين؟ بالسيتوبلازم. اذا الاثنين راح يساعدن حتى شيء يكون بروتين، تمام؟ اذا يا ار ان اي يقول لك مسؤول عن تكوين البروتين، دير بارك تقول له بس واحد تقول له ترانسفير ومسنجر، تمام؟ وضحت ان شاء الله؟ زين، من المسؤول عن تكوين الرايبوسوم اصلا؟ راح تقول له هو الرايبوسوم ار ان اي. ان شاء الله تكون واضحه. هنا انا دي اوضح لك هي من متكونات وهي شغلات. تشوف هنا انا انه هي بقى شباب هنا انا ما اعتقد مطلوبه منك هاي، لان هي دي اوضح لك يوراسيل. هنا انا هاي احنا بالار ان اي قلنا اليو يا من يتصل ويا الاي، والسي يا من يتصل ويا الجي، والاي يا من يتصل ويا من ويا اليو. هيج عشتيتكم ما انتم تعرفوها. إذن التي ار ان اي هي دي يوضح لك اياها، هنا نفس اللي شرحناه نحن، بس دي يوضح لك اياها. التي ار ان اي هو الناقل، يقول لك اسنجل ستراندد نيوكليك اسيد، هو حامض نووي مفرد الخيط، يعني مفرد الخيط، تمام؟ ذات دبلز باك اون ات سيلف ا جريت ريجون وير كومبلمنتري بيس هيدروجين باوندد to one another. يعني شنو يقصد بيها؟ يقول لك يابا هذا يكون لك منطقة خاصة بيما بالكومبلمنتري. يعني شنو شباب؟ هو هاي المنطقة يقصد بيها، تمام؟ هاي المنطقة اللي دا نقصد عليها، تمام شباب؟ هي هاي يسموها كودون وهاي انتي كودون. هذا كلهن وضحناهن واشياء بسيطة. عندك الرايبوسومال ار ان اي اللي هو شنو؟ از باوند وين؟ الرايبوسوم اكيد structure that facilitates complementary base pairing between mRNA and tRNA and join amino acid together. يعني شنو ال RNA؟ احنا مو قلنا المسج، هذا المسج ياخذ رساله من الدي ان اي موجود بالنواة يودي ليها وين؟ للرايبوسوم الموجود بالسيتوبلازم، ركز وياي. والترانسفير ياخذ الامينو اسيد يوديها وين؟ للرايبوسوم. اذا راح الاثنين للرايبوسوم، هذا الار ان اي هو مسؤول عن تكوين الرايبوسوم، اذا يقول لك وين موجود بالرايبوسوم؟ شو يسوي؟ يسهل الازدواج، ماشي؟ يسهل الازدواج ما بين الترانسفير والمسنجر، ماشي؟ حتى يكون الاثنين بروتين. لكتشر ريكاب هذا اللي يعني دي يقول لك يابا مصطلحات لازم تعرفهن، مثل تعريف الدي ان اي شنو هو؟ ديوكسي رايبو نيوكليك اسيد. دي يقول لك يابا هي جينيتك ماتيريال، مواد جينيه ان موست اورجانيزم، موجوده بكل طبعا هاي انا اعتبرها كلش تافهه ما تجينا شباب. جينيتك ماتيريال از موست ان موست اورجانيزم، هي الماده الجينيه بكل الاحياء. هسه بنعرف احنا الماده الوراثيه بكل الاحياء الموجوده. زين الرايبو نيوكليك اسيد الار ان اي وين موجوده؟ ان سم فيروسز، وين؟ بعض الفيروسات. الار ان اي سيرف از ذا جينيتك ماتيريال، يعمل هم كمان وراثيه، ماشي؟ لاحظ الفرق انه هنا اثنيناتهم موجودات ماكو فرق، يعني هاي موجوده بالفيروس وهاي موجوده بالفيروس، ماشي؟ زين. النيوكليك اسيد الاحماض الامينيه ستور اند ترانسميت ذا جينيتك ماتيريال. شنو الاحماض الامينيه؟ شنو وظيفتها؟ تخزن وتنقل المعلومات الوراثيه اللي هي وين موجوده اصلا؟ هي الاحماض. شوف هو الدي ان اي احنا مو من الساعه قلنا هو اللي ينقل المعلومات الوراثيه. بالدي ان اي اكو جزء يسموه حامض اميني، هذا الحامض الاميني هو المسؤول عن الخزن والنقل، تمام؟ تمام. Each DNA molecule is very long and usually consists of the hundreds to thousands of genes، يعني thousands of genes. يقول لك يابا الدي ان اي هو شنو؟ كلش طويله ويتكون من مئات او الاف الجينات، ماشي؟ الجين شنو؟ هو جزء صغير من الدي ان اي، سمول ريجون، منطقه صغيره او جزء صغير من الدي ان اي، ماشي؟ وين سيل ديفايدد، الخليه لما تنقسم الدي ان اي از كوبيد. الدي ان اي هسه احنا بالانقسام شرحناها شباب، قلت لكم يابا الدي ان اي قبل ما تنقسم الخليه شنو هو؟ يتضاعف، كوبيد اند باس ات تو ذا نكست جنريشن اوف سيل. يقول لك يابا يتضاعف وينتقل للخلايا الجديده. اللي هنا شباب خلصنا هذا الليكتشر، شفتوا
الدكتور يسهل. Thank you for listening to me. يا رب أتمنى لكم كل التوفيق. أول محاضرة إن شاء الله باكر تنزل لكم. هي هاي تنزل باكر. أنا صورتها اليوم. تنزل لكم باكر الصبح إن شاء الله. نكمل لكم سلسلة المحاضرات. أحاول أختم البيولوجي باكر أو عقب باكر. يعني اليوم 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 إذا تشوفون بالمحاضرة اليوم أحاول أختمه بلكة الله. أتمنى لكم كل التوفيق يا رب. ركزوا وياي. شلون دا اقرأ قرو حتى تستغلون الوقت حتى تمشون بالمادة. وصدقوني هي هاي الطريقة اللي اعتقد يعني هي البروفيشنال راح تكون يعني فتشي مرتب يعني. Thank you for listening to me مرة ثانية. اتمنى لكم كل التوفيق. سؤال عندكم انا موجود.